تتر سر إلهي، يعني ايوه بالنسبة لي مفاجأة إنه ايوه بصوت حمزة نمرة. مين الاختيار بتاع مين إنه حمزة يغني، وإحنا يعني أنا من المعجبين والمؤمنين بما يغنيه حمزة نمرة من كلمات وموسيقى وألحان. مين اللي اختار حمزة نمرة؟ والحمد والشكر لله، يعني لكل مجتهد النصيب. والله يعني التفكير جه استاذ رؤوف، ويعني كل العناصر العمل يعني فكرت، بس احنا كنا ممكن نفكر بس ربنا ما يوفقناش. هو ربنا اراد انه حمزه يوافق انه يعمل المشروع كمان، لان هو طبعا اول مره يعمل تتر اول مسلسل. مره يعمل تتر. مظبوط طبعا مظبوط وكل واحد ليه قناعاته وهو بيشتغل، طبعا. يعني هل انا هيعجبني الموضوع ده عشان انا احط صوتي عليه ابقى صوت هذا العمل ولا لا؟ فانا يعني اكتشفت انه فنان جدا. حمزه خد الورق كله اراه زي الممثلين. ياه والله العظيم. ذاكر جدا جدا جدا. بدا يقدم فكره واثنين وثلاثه وهو حابب ومبسوط وسعيد. ولذلك لما قدم مسلسل كل الناس من امبارح للنهارده بتقول هو شارح المسلسل، هو قايل ايه بيحصل حقيقي، لانه هو مش عامل تتر مجرد تتر، لا هو زي ما انا مثلت، انا قريت دوري ومثلته، هو قرا المسلسل كله من اوله لاخره، وشاف نصرة دي قناعاتها ايه، وشاف نصرة دي بتعمل ازاي ومعاها حق ولا مش معاها حق، واتقهرت ولا ما اتقهرتش، وخدت حقها ولا ما خدتش حقها. فمن هنا لما قرا المسلسل وذاكره طلع لنا هذا الـ انا بقول ايه، الحاجه الحلوه اللي هتعيش كتير قوي الاغنيه. انا بحييكي وبقول لك الف مبروك ليكي ولكل كاست سر الهي. اتمنى لك كل توفيق. هشوفك بعد ما نخلص المسلسل وهكلمك اكيد يا روجينا. ويعني يا معفره، انا بحب فيكي المعفره، وكملي عفر يا روجينا، وانتي ان شاء الله تحققي اشياء جميله.